نعمل ابيكس كونكشن على البيبر ده في الابيكس. الابيكس بروجرامر ده عبارة عن نون لينير اناليسيس وبيبقى عبارة عن نوميريكال موديل. بيعمل ايه؟ بيعمل فكرة ان هو بيطلع اناليسيس لأي حاجة موديلينج انت بتعملها according to acting force، سواء انت مثلا بتعمل force pressure او اي كان مثلا concentrated load. فالبيبر ده كان عامل behavioral apex connection موجودة في cold form steel. البيبر ده الدكتور اهو رينشن، دكتور رينشن عامل قطاع cold form section C channel. القطاع ده استرالي اللي هو C324. ده القطاع ده اصلا غير متوفر في الكود المصري، مع انه ممكن تتعمل عادي و can be construct. ده الماتيريال بروبرتيز اللي المفروض نعرفها في الابكس، او هو عملها للتنسايل، عمل التنسايل تيست زي ما هو عمل اهو للماتيريال اللي هو اختاره، وفي الاخر طلع ترو ستريس سترين. ده ايف كونكشن ديتيلا، هو عمل 3 كونكشنز ابيكس و ايف و بيز. ده تقريبا الاب هو ده الابيكس، ده الابيكس كونكشن. فكرة ان هو عامل ايه الابيكس كونكشن ده؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونكشن محطوطة في الروف، تمام؟ بيبقى في بيعمل كونكتنج ما بين تو رافترز. فهو عنده الرافترز اللي هو السي شانل اللي احنا وضحناه فوق اللي هو القطاع الاسترالي، و هما 2 رافترز، تمام؟ وفي طريقة بقى للديتيلة علشان يحطها للتست سيت اب علشان يعمل عليها تيست. في هنا حاجة اسمها لودينج براكت وفي حاجة اسمها سبورت براكت. اللودينج براكت ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بليت محطوطة اهو، راح اعمل ايه عشان اكتنج فورس على الجزء ده، تمام؟ ده الفري بودي دايجرام للفورس. هو عامل ايه؟ هو ده السبورت، تمام؟ وده السلوب بزاوية 10 degrees، اوكي؟ وبيعمل مومنت في الجزء ده والمومنت الجزء ده، وهنا اللود اوفر 2 هنا اللود اوفر 2 علشان هو ايه بينزلهم في نفس الوقت، تمام؟ وده الديتيلة اللي هو الانتر اكشن الشكل الابكس كونكشن في الابكس. ده الفيلر مود. عموما الحاجات دي كلها هنعملها واحدة بواحدة وهنخلص الموضوع ده يعني في السلام، وبعدين في نفس الوقت هنطلع الريزلتس. ده الابكس كونكشن اللي اتعمل على البرنامج ابكس كله مظبوط، وكمان طلع الريزلتس قريبة منه. فهنتعلم ازاي نعمل الموديل ده واحدة بواحدة، هنقسمها لأجزاء. أول جزء هيكون جزء ازاي كرييت البارتس، تاني جزء ان انا اعمل اسمبلي للبارتس، تالت جزء ان انا اعمل انتر اكشن اطلع ساعة الباوندري كونديشن، واخر حاجة الريزلتس او الجوب، او نعمل ان احنا نعمل ازاي نعمل جوب وفي نفس الوقت نطلع الريزلتس ونقارنها بمقارنة ال experiment model. فنبتدي بأول حاجة البارتس. هنا في البارتس في 3 main parts. ده عبارة عن model database اللي هو بمعنى أصح الكتالوج للموديل اللي انت عملته. البارتس هنا في 3 main parts المفروض يتعملوا علشان نطلع الموديل أو الشكل الموديل في الآخر. أول واحد الأبيكس apex connection، نيجي هنا في البارت هو ده الأبيكس apex connection أو الأبيكس apex plate. بعدها ده شكل القطاع الاسترالي اللي هو استخدمه، واخر حاجة اسمها بيرلينج كليت. ده عبارة عن انجل بليت. ليه بقى؟ هو ايه الفكرة في الانجل كليت؟ هنا هو ده الشكل الانجل كليت او البيرلينج كليت او الانجل بليت. ده بيعبر عن ايه؟ ده علشان يمنع لاترال تورشن باكلينج او التويستنج
يعني يمنع ال presence of ال of ال ال twisting للقطاع. اوكي، ف وكمان في نفس الوقت اصلا يعني ال construction، يعني طبعا بيبقى انا عشان اغطي الروف بعمل purlins فوقيها فوق الرافترز علشان احط عليها الكوريجيتد شيت او ايا كان الروف يعني. فهو برضو في نفس الوقت ممكن احط الروفز او قصدي احط البيرلينز والحاجات دي، بس ما علينا. يعني خلينا نخش في الموضوع الاهم، ان احنا ازاي نعمل موديل. فاول حاجه الابيكس، الابيكس بليت. طب اجيب الدايمنشنز زي ما هو موقع هنا، ده هو ده الدايمنشنز. تمام، هنبدأ منها نعمل ايه الابيكس. الجزء هنا ان احنا نعمل ايه، ادي فايل جديد هنبدأ فيه. اول حاجة نخش على البارتس، البارتس هيطلع لي ساعتها create part window. في هنا جزء هنا حاجة اسمها shape و type، shape solid shell wire point. خلينا نركز في اول اتنين دول. السوليد، ايه فكرة السوليد؟ السوليد ده ان هو بيعمل ايه، انا دلوقتي عايز اعمل سوليد، فبالتالي هعمله واجسم كأنه 3D، اجسم الثيكنس واجسم كل حاجة. تمام، في حاجة اسمها اكستروجن وفي حاجة اسمها ريفوليوشن. الاكستروجن ده ان انا احط كروس سيكشن، بعدين يعني يقول لي اكسترود، فساعتها احط الاسبان مثلا لو انا عندي عايز اعمل بيم 1000 ملي، فساعتها اكتب 1000 او 2 1 متر، فساعتها اكتب 1 متر على حسب الدايمنشنز اللي انت عايز تشتغل عليه. بس يستحسن ان انت تمشي بالملي علشان الدايمنشنز اللي موجوده في الابكس. تمام، ريفوليوشن، ريفوليوشن ده ان انا اعمل ايه، حاجه زي سلندر، سلندر سيكشن يعني. انا ارسم شكل واعمل له ايه ريفوليوشن حواليه، يعني ب 90 ديجريز، فساعتها هعمل كوارتر سيركل او 180 فهاف سيركل او 360 اللي هو السيركل كله. طب الشيل، الشيل هنا فيه اتنين، في ريفوليوشن برضه زي ما احنا وضحنا، الاكستروجن زي ما احنا برضه وضحناها في السوليد، ان احنا بنعمل ايه كروس سيكشن ونحط الاكستروجن. انا عايز سبان معين احطه يعمل لي ايه، يعني مثلا ايه الكروس سيكشن بعمله اكس وواي، والاكستروجن ار ايه في الزد دايركشن. حط البلانر ده اللي هو ايه اكس وواي بس، مفيش هنا ساعتها اكستروجن، انت بترسم بلان. يعني انت مثلا عايز ترسم شكل بلان، فبترسم بلان على طول. منها بقى عايز تعمل اكسترود، عايز تشتغل عليها وات ايفر، يعني مش هتفرق. في حاجه اسمها ابروكسيميت سايز. تمام، انا بفضل ان انا ابدا فيه بارقام كبيره فيه. ليه ابروكسيميت سايز ده معناه ايه؟ لو انا كتبت 1000 فساعتها عند الاكس اكسس، تمام، لو ندوسنا كونتينيو اهو عند الاكس اكسس، لو انا وقفت في اخر صف ندوس لاين مثلا، هنا بيوري لي الكوردينيتس اللي انا واقف فيه. لو وقفت في اخر صف هيجيب لي هنا 500 0، الناحيه التانية نيجاتيف 500 ايه وزيرو. ده في ايه الاكس اكسس. طب الواي اكسس نفس الكلام. تمام، فبكتب مثلا 1000 عشان اسيب نفسي مساحه ان انا اعرف ايه اعمل الكوردينتس صح ومظبوط. تمام، نيجي هنا، ده الموديل اللي اتعمل قبل كده، ده شكل الايه ابيكس كونكشن او الابيكس بليت. ابدا قبل ما ابدا اي حاجه لازم اعمل حاجه اسمها كونستراكشن لاين. ممكن اشرح هنا التولز. اول حاجه في حاجه اسمها كرييت لاين، تمام، في حاجه اسمها كرييت سيركل، انا عايز اعمل سيركل، في بوكس او ريكتانجل، وفي اشكال بولي لاين مثلا ارك ايا كان اي شكل. في هنا حاجه اسمها كونستراكشن لاين ده هنوضحه، وفي حاجه في حاجه اسمها تريم، اوتو تريم. تمام، لو عملت هولد في انواع كتيره من التريم، في سبليت كل الانواع. لو انا دوست هولد هنا ده مثلا ترانسليت ان انا اعمل موف، ده روتيت لان انا عايز اعمل روتيشن، وهنا الميرور ده سكيل لو انا عايز اغير السكيل بعد ما عملتها فحسيت ان السكيل كبير قوي فلا عايز اقلله، وهنا الميرو. وهنا في علامة الاستيكة، فاهم، او الاريزر ده اللي هو الديليت.
بس. وهنا في حاجة اسمها add dimensions، انا حبيت ان انا اعمل ايه، او auto dimensions. auto dimensions ان انا بعد ما ارسم انا عايز ادوس auto dimension، يقوم اعمل لي ال dimensions كلها مرة واحدة، ايه يوريها لي بدل ما اعمل واحدة واحدة اللي هو add dimensions. ابدا قبل ما ابدا اي حاجة لازم اعمل حاجة اسمها construction line. construction line ده تمام زي مثلا فكرة التكلة. انا لما اجي اعمل التكلة مثلا modeling للستيل، فبعمل حاجة اسمها construction line، بحيث ان انا لو حبيت اقطع مثلا البليتس، اقطع اشكل البليتس. واحيانا بتتعمل في الكونكشنز كتيرة قوي، ان انت احيانا بتبقى انت عايز تعمل البليت مثلا شكله عجيب، يعني تقطيع كده غريب، فالتقطيع الغريبة دي احسن لك ان انت تقعد تعمل construction lines وفي الاخر توصله. زي مثلا فكرة مثلا الكونكشن مثلا ما بين، انا دلوقتي عندي bracing، ففي bracing ده بيبقى شكل كروس، فاللي في الكروس ما بينهم فاهم، في كونكشن ليها شكل كده عجيب يعني. فمنها بقى في التكله بعرف اقطع منه عن طريق الكونستراكشن لاين بسرعه جدا. وهنا هنعرف نعملها في الحوار الابيكس ده بالظبط. هنا مثلا انا علشان بدل في الانجاز يعني بدل ما اقعد ادور على الدايمنشنز، فانا هقدر اقيس الدايمنشنز من هنا لهنا. هنا مثلا 216.91، فهم جاي هنا دايس كرييت لاين، اعمل هنا في اوردر، هنا بيجي لي هنا اوردر، فدوست اول فيرست لاين بيقول لي الاند بوينت بقى فين، بيقول لي الكورنس مثلا اكس وواي اهو زي ما هو واضح. فانا هحط اكس كوما الواي، فالاكس هنا انا عندي ايه رقم زي ما هو قال 200 وكام، 216 باين بوينت حاجه، 216.91. اوكي ممكن مثلا اعمل ايه، ادوس كده اوكي، بعدين اروح اعمل ايه، اعمل دايمنت، ادوس دايمنشنز طلع 234. ممكن ادوس هنا واعمل نيو دايمنشنز، ساعتها اكتب 216 بوينت كام، 0.91 0.91. طب في مشكلة، هو دلوقتي راح اقللها لي من الناحية التانية، هروح اعمل كنترول زد واعكس الايه الشكل، خليها امسكها من هنا لهنا واكتب ايه 216.91 كده، ايه اتظبط تمام. تمام في جزء تاني ان انا اعمل ميرور، في طريقه ميرور. طبعا الجزء ده بيعمل ايه، الاوردر اللي هو ايه لافوكس نفسه يعمله. ففي نوع كوبي وفي نوع موف. موف ان انا اعمل ايه ميرور وانقله الناحيه التانية تمام. كوبي ان انا اعمل نسخه منه، فادوس كوبي بيقول لي بيك ذا لاين ميرور لاين، ادوس الميرور لاين هنا اللي انا مثلا ده اللي هو السنتر لاين. بعديها الانتيتيز اللي هو ايه اللي انا عايز اعمله يعني ميرور، ادوس دون، اروح اعملها لي الناحيه التانية بالظبط كل حاجه. بعدين ابدا اعمل بقى ايه الكونستراكشن لاين. زي ما احنا وضحنا ان الكونستراكشن لاين ده هو مجرد عن لاينز كده علشان اقفل في الاخر الشغل اللي انا عايز اعمله تمام. انا عشان احقق الزاويه دي فاهم لازم اعمل ايه كونستراكشن لاينز وبعدين امشي عليه بدل ما اعمل ايه انا الزاويه. فنيجي مثلا هنا الدايمنشنز من هنا لهنا ده بزاوية 10 degrees زي ما هو وضح في السلوب اهو 10 degrees، والجزء ده 10 degrees. طب انا جبتها ازاي، انا كل عليا ان انا عملت ايه، ان انا اخدت سكرين شوت حطيته على الكاد، عملت انسب كده علشان اطلع الدايمنشنز اللي ناقصة. اوكي هنا دي 10 degrees اوكي، وفي نفس الوقت برضو انا مثلا عندي من هنا لهنا برضو ايه 10 degrees، ده مثلا اللاين على طول كده horizontal، وده السلوب اهو 10 degrees. اوكي فاقوم اعمل ايه construction line عادي بأي زاوية. اوكي بعديها اعمل واحدة مثلا كده تمام مفيش اي مشكلة. ومثلا عايز اقيس ال dimensions من هنا لهنا ال construction line هنا، فكتبها لي 295.44 مثلا، هكتب 295.44 بالظبط. اروح اعمل ايه اقوم دايس هنا من هنا، بعدين يقول لي ايه pick the location، ادي ال location بعدين new dimension، هو قال لي كام 295.44 بس. طيب الجزء ده نفس الكلام، اقوم دايس هنا هنا نيو دايمنشن اكتبها 10. اوكي
بعديها اعمل هنا مثلا construction line من هنا لهنا في الزاوية دي، بعدين اروح اقول له انا عايز الزاوية دي ايه 10، بس بعدها اروح اعمل ايه mirror، فادوس هنا mirror copy الميرور هنا مثلا، وده الانتيتيز اللي انا عايز اعملها ده كده، شكل لي الابيكس على طول اللي هو البلانر اللي انا عايز اعمله. اقوم مكمل كل عليا بس ان انا عامل ايه، بعمل لاين كده، بعمل لاين كده كده كده، بس الموضوع سهل. دن، ادي انا عملت ايه الشكل اللي انا عايز اعمله بالظبط في اسرع وقت. في بقى ديتيلة كده، في كليك كده طالع، احنا عملنا لو لاحظناها في كليك كده طالع من البلانر ده وده، فلازم احنا قلنا اي حاجة بتطلع للزد دايركشن او الشرط يعني اللي هو الدايركشن البعد التالت، يعني احنا شغالين على سبيس ففي تلات ابعاد او اي بعد يعني، ففي كليك طالع هنا بزد دايركشن، ففي حاجة اسمها اكستروجن. تمام، في نوعين من الاكستروجن، في حاجة اسمها كات اكستروجن ده اللي انا عايز اعمل هول جوه، تمام، في حاجة اسمها ايه كرييت شيل اكسترود ده، ما لو مثلا عايز اعمل ستيفنرز فاروح اعمل ستيفنرز بسهولة جدا، لو عايز اعمل كليتس طالعة فاروح اعمل الكليتس دي بسهولة جدا. فزي ما احنا قلنا الجزء ده هو اللي بيعمل اوردر، فانا بعد ما دوست كرييت قال لي سيلكت ا بلان فور ايه ذا شيل اكسترود، ادي البلان اهو، بيجي يقول لي في الاخر سيلكت ان ايدج اور اكسس، فادوس على الايدج اللي انا عايزه، جاب لي الشكل ده. طب انا لو عايز مثلا ايه، عايز اخليها ايه زي السكتش بالظبط، ادوس هنا، هنا الابعاد او الشكل اللي هو الاكس واي او واي اكس او زد اكس اللي هو الايه الشكل العادي اللي هو بتشوفه في اي موديلنج اناليسيس زي الساب الكاد ايا كان يعني. تمام، كل اللي انا هعمل اكسترود، فهروح ادوس لاين من هنا لهنا، اوكي، اللي هو المكان اللي انا عايز اعمل فيه اكسترود، ادوس دن. هنا في عامل لي دايركشن كده طالع، تمام، لو ممكن اعمل فليب الناحيه التانية، تمام، ده دايركشن اللي انا عايز اعمل منه اكسترود بديبث قد ايه اللي هو من هنا لهنا قد ايه. فاحنا قلنا ان السي شانل زي ما هو وضحها فوق مثلا زي ما احنا وضحناها فوق اهو، ده السي شانل بايه الويث بتاعه 96، فهنكتب هنا 96 عادي جدا وندوس اوكي، راح اعمل لي الشكل اللي الاكسترود. تمام، في كليت هنا برضو طالع رخم كده، هو موضحه او لما نوضحه هنا مثلا نوضحه في الجزء ده، هو ده الكليت اللي هو ده بيبقى عبارة عن الليب طالع منه علشان يربط الليب شانل بتاعت السي شانل، قصدي الليب ديبث بتاعت السي شانل. اوكي، فبرضه هنرجع تاني ندوس هنا، ندوس البلان، ادي البلان اهو، ادي الايدج اللي انا عايزه، وادوس لاين من هنا لهنا، ده المكان اللي انا عايز اعمل له فيه اكسترودن، دوس دن، راح اعمل لي، فراح اعمل فليب اللي انا عايز اطلع فوق بكام ده 27.5، ده الليب depth بتاع السيتشن. بس كده انا خلصت اول بارت اللي هو الايه الابكس. ما ننساش ان احنا غلطنا حاجه، ان احنا خليناها بارت 1، فهعمل حاجه اسمها رينيم وبعدين اكتب ايه ابكس كليت. اوكي، دوس تاني يطلع لي كرييت بارت 2. طيب انا عايز بلانر على الاكستروجن، انا دلوقتي عايز اعمل قطاع، القطاع اللي هو السيتشن، فاجي هنا انا استحسن ان انا اعمل ايه، اعمل اكستروجن ليه، هرسم القطاع وادي له اكسترود سبان معين اللي انا عايزه. اوكي، كده احنا ايه نقفل كده الابيكس نطلع هنا، احنا قلنا الداتابيس ده اللي هو ايه الكتالوج. اوكي، في هنا حاجه ده الشكل القطاع اللي انا ايه اللي انا عملته. تمام، بعدين ادي له الاكسترودن. اوكي، الاكسترودن حتى اهو ده الديبث اللي انا عايزه او اللينث اللي انا جبته من الدايمنشنز بتاعت الابيكس، الجزء ده اللي هو ايه فين الديبث او الاكستروجن لينث، اي اللي هو مثلا من هنا لهنا ده اير، سوري هنا اه من هنا لهنا ده الديبث،
او الاكستروجن او اللينث او الاسبان يعني. لا سوري الاسبان يعني. اوكي فبدوس حاجه اسمها اكستروجن تمام. واو نسينا نكتب هنا كولد فورم سيكشن 300 كونتينيو. قبل ما اعمل اي حاجه جوه السكتش لازم اعمل ايه كونستراكشن لاين، مش شرط يعني بس يستحسن يعني عشان اسهل نفسي. انا بقوم اعمل ايه هنا، احنا رحنا عملنا ستارت بوينت هنا والاند بوينت زي ما انا عايز. فانا ممكن مثلا ادوس وممكن اكتب انا بقى الدايمنشنز مظبوطه، فساعتها وقال لي اكس وواي مثلا، ساعتها انا عندي في الاكس 0 والواي مثلا 150، فراح عملها لي كده. اوكي بعدين اروح اعمل ايه من هنا لهنا مثلا اي حاجه، بعدين من هنا لهنا اي حاجه برضه. ايه ده طب ايه المشكله؟ لا عادي جدا، هقول عليا ان انا هعمل ايه دايمنشنز من هنا لهنا، سوري من هنا لهنا طلع 175 خليها 96، من هنا لهنا سوري من هنا لهنا 27.5 بس. كل علينا ان انا هعمل ميرو جد كوبي ميرو، هيبقى هنا مثلا الانتيتيز دوس دون، هيجي يقول لي ايه الدبث كام، كنترول في هعمل شكل القطاع. اوكي طيب بارت 3، ادي بارت 3 اللي هو الايه البيرلين كليتس. ده اعمله ايه اكستروجن، برضو اعمل له اكستروجن عادي. فنعمل برضو كونستراكشن لاين اهو من هنا لهنا من هنا لهنا. اوكي هنا اروح اعمل ايه لاين من هنا لهنا ولاين برضو من هنا لهنا، بعدين احط الدايمنشنز. هو كان الانجل 60 في 60 والدبث بتاعه 120، ف 60 اللي هي ايه ايكوال انجل من هنا لهنا 60. اوكي وبعدين اكتب هنا 120 بس كده. انا خلصت اول حاجه من جزء البارتس. قبل ما نخلص ده هنا لازم نعمل حاجه اسمها ماتيريال. الماتيريال ده ان انا اضيف الماتيريال الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الماتيريال اللي هو ايه مثلا تو ستريس سترين الدينستي الالاستيك الحاجات دي. دي حاجات العوامل الاساسيه اللي انا المفروض اعمل فيه اناليسيز للقطاع. طيب انا جبت تو ستريس سترين ازاي؟ هو من الجراف ده. كل علي ان انا جبت الجراف ده قعدت اقيس بالظبط، يعني ايه حاجه ابروكسيميت جدا علشان ايه اطلع الايه، لان انا برضو ما يفرقش معايا الاكيورسي قوي اكتر ما يفرق معايا ان انا بعرف استخدم البرنامج وان انا اوصل للريزلتس اللي هو هطلعها. يعني ان شاء الله لو في مثلا ايه فاريشن بس بنسبه ايه نسبه قليله. اوكي ف اول حاجه هنعمل ايه، هنعمل اساين ماتيريال. هنيجي هنا ماتيريال هنكتب مثلا اس تي 52. اوكي جنرال نكتب الدينستي الالاستيسيتي اللي هو الالاستيك والبلاستيسيتي اللي هو البلاستيك تمام. الدينستي ده اللي هو زي اي قطاع ستيل اللي هو الاس تي 52. فاروح هنا اكتب الدينستي اللي هو ده. اليونتس طبعا اليونتس دي هكتبها في الديسكريبشن موجوده تحت على الفيديو، فاليونتس دي هي دي اللي هتمشي عليها جوه الابكس. اوكي ف يعني الموضوع اصلا ايه سهل جدا. الباسور ريشيو 0.3. اوكي هنا نكتب 0.3 والبلاستيك اللي هي البلاستيستي اللي هي ترو ستريس سترين اهو. الجدل ده انا عملته بلوت عادي جدا من الجراف اللي هو كان حاطه كنترول في. كده انا خلصت اللي هي الماتيريال تمام. نيجي حاجه اسمها سيكشنز. سيكشنز ديت في انواع، طلع لي كرييت سيكشن، طلع لي ويندو، في سوليد شيل. احنا الفكره كلها ان احنا ما بنستخدمش السوليد. ايه الفكره، ايه الفرق ما بين السوليد والشيل؟ السوليد الفكره كلها ان هو بيدي اكيوريسي عاليه جدا، بس الفكره كلها ان انا لما اجي اطلع الريزلتس اقعد ممكن اقعد بالايام، ممكن اقعد بخمس ايام ست ايام على حسب قوه السي بي اللي عندك. بس ف الفكره ما الفرق ما بين السوليد والشيل ان السوليد ده بياخد انكريمنتس اعلى او بياخد بيقعد يعمل ريزلتس فقط اكتر. ليه؟ لان هو بيستخدم اللي هو بالثيكنس بكل حاجه. فبنروح للشيل اليمنت علشان نسهل نفسنا. في حاجه اسمها هوموجينو، في كومبوزيت. كومبوزيت ان انا احط كذا كذا ماتيريال في حته واحده.
وفي الهوموجينيس اللي هي ماتيريال واحده ما فيهاش اي كلام يعني بس. فانا ابدا اخش في الهوموجينيس، هو عباره عن ايه الشيل ده؟ بيبقى عباره عن دامي اليمنت، تمام، دامي اليمنت كده بيتحط عادي مفهوش اي حاجه، ملوش ثيكنس، ملوش اي حاجه، بس كل عليها بس ان انا بحط فيها البروبرتيز بتاعتها وبحط له كمان الثيكنس في الاخر. فنبدا مثلا ابيكس بليت اللي ليها ثيكنس معين، نحط الثيكنس هنا 3 زي ما هو وضحها. الماتيريال اهو، لو حبيت ان انا نسيت اعمل كرييت ماتيريال ممكن ادوس من هنا او اختار الماتيريال اللي انا عايزه، بعدين ادوس اوكي okay. ادوس سيكشن تاني، اكتب ايه كولد فورم سيكشن، ادوس كونتينيو. الثيكنس بتاعه كان 2.4، ولو حبيت برضو اعمل ايه نفس الشكل. طيب انا دلوقتي عرفت السيكشنز، هنيجي نروح على الابيكس بليت. الابيكس بليت ده قبل ما نشتغل كل حاجه، فابدا اعمل حاجه اسمها فيو، او بمعنى اصح نبدا حاجه اسمها سيكشن اساينمنت. سيكشن اساينمنت ده اللي انا اعرف ان البارت ده بالماتيريال بتاعته بكل حاجه فيه. فاروح لو عملت كله دان، خلينا ندوس الابيكس. احنا قلنا ايه الفكره كلها؟ ان الشيل اليمنت ما بيطلعش، او الشيل اليمنت يعني ما بيطلعش الثيكنس او ما بيوضحوش. ففي طريقه احسن ان انا بعمل حاجه اسمها فيو بارت ديسبلاي اوبشن، في حاجه اسمها ريندر شيل ثيكنسز او ثيكنس السكيل فاكتور، ممكن ازود السكيل فاكتور عادي جدا بس عايز اخليها واحد احسن لي عشان يبقى تمام. تمام الشيل من زي ما هو واضح كده ان هو السنتر لاين ما بين الثيكنسز بتاعه القطاع نفسه. ممكن اغيرها او ممكن اغيرها عادي جدا، اعمل edit بدل ما عند الميدل سيرفيس التوب سيرفيس ادوس اوكي بقى عند التوب سيرفيس، تمام. وممكن عكس. طب ايه هيفرق معايا؟ ايه هيفرق معايا؟ ان انا لما اجي اعمل اسمبلي ما ينفعش اخلي ثيكنس يدخل جوه ثيكنس، يعني لما اجي اعمل له ميدل فهيبقى نصه، لو البارت التاني ميدل برضو فلما يدخل الاتنين في بعض هيبقى نص من الثيكنس ده ونص من الثيكنس ده هيدخلوا في بعض، فكده يعني كده انا بعوق ما بشتغلش. طب في جزء هنا بقى رخم اوي، في جزء هنا ان انا ده طالع انا عايز اخليها بره في نفس الوقت ده كمان، تمام. طب احلها ازاي؟ كل عليا ان انا بمسح ده بعمله ديليت واخش سيكشن اساينمنت تاني، ادوس اللي انا عايزه بس اخليها ابيكس واخليها توب اوكي، وبعدين ادوس سيكشن اساينمنت تاني ادوس الجزء ده بس، بعديها اعمل ابيكس بليت وبعديها اعمل بوتوم وادوس اوكي. تمام اوكي، فكده انا خليته بره جزء في بره وفي جزء كده انا خليته كلهم بره، تمام اوكي. بس ندخل الكولد فورم سيكشن. كولد فورم سيكشن لازم اخليها كلهم بره برضو، فهيبقى سيكشن اساينمنت ادوس دون وبعديها ادوس كولد فورم سيكشن، والبليتا او اللي هو الديفينيشن يعني هيكون ساعتها في التوب. نجرب نشوف هي في التوب ولا يبقى احنا كده خلاص ده الثيكنس كله جوه والتاني الثيكنس كله بره، فلما اركبهم في بعض كده مفيش تلاحم او اي كان في اي حاجه يعني تلاحم ما بينهم يعني كثيكنس. والكليت كده كده الكليت اصلا مش هيفرق معانا اصلا الثيكنس بتاعه، بس خلينا ناخد اكبر ثيكنس يعني فيهم، هيبقى سيكشن اساينمنت دان. ابيكس ميدل خليها توب مثلا بس اوكي كده انا اتظبط ماشي. بعد ما خلصت السكشن اساينمنت هنخش على المش. المش ان انا اعمل مش، هو ميزه برضو الشيل بارت ان انا بعرف اعمل مش يونيفورم، كل ما اعمل مش يونيفورم كل ما يكون يطلع لي اكيرسي، وكل ما اقلل المش، هو كان عامل مش 10 في 10 في البيبر، كل ما اقلل المش كل ما طلع برضه اكيرسي. ده الجزء ده بيعمل حاجه اسمها سيت بارت، بحط السايز بتاعت المش وادوس اطلع تمام. وبعديها هنا الزرار ده مثلا ده اللي هو الكرييت مش، بيقول لي اوكتو مش ذا بارت يس، بس عمل لي المش مره واحده وادانا زي الفل اهو مفيش اي حاجه. نفس الموضوع برضه هنا ندوس دان سيد اخليها 10 برضو دوس ابلاي، بس كل ما طبعا بقلل
بكتر الانفلاميشن كل ما طبعا الاناليسيس بيزيد، الاناليسيس بيزيد اصلا هياخد وقت اكتر يعني. بس نخش على البارت الاخيره. مش 10 برضو. apply ادوس yes save yes okay. بس كده انا خلصت الجزء الاولاني ان انا ازاي اعمل البارتس واعرف الماتيريال واعرف السكشن اساينمنت واعرف المش وازاي اعمل اكستروجن وازاي اعمل سكتش وايه الفرق ما بين البلانر والاكستروجن وكل حاجه، وان اعرف الموديل داتابيز اللي هو الكتالوج ان اقدر اشتغل فيه في البرنامج ده. وان شاء الله الفيديو اللي بعده هنشرح ازاي نعمل الاسيبلي او ازاي ندخل البارتس دي كلها لحاجة واحدة بس. شكرا.